يعني اليوم سمر محطاتنا مهمة أكيد، ودائما فيها إبداع، فيها كمية كبيرة من فخر فخر بالسيدات السوريات. أكيد أكيد سمر. رح ننتقل لمساحتنا التالية اللي هي مساحة من الفن والإنسانية وأيضا الإبداع وقصص من الواقع، استحضرتها ذاكرة مؤسسة وثيقة وطن ضمن حفل الإعلان عن جائزة حكايتي لعام 2020 يوم 18 من تشرين الثاني في مكتبة الأسد الوطنية. اليوم رح نستحضر ضمن صباحنا حالة إنسانية نسجت خيوط حكاية وثقت لمرحلة من تاريخ وطن مع السيدة أكيد والفنانة التشكيلية سميرة مدور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. يا أهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن التجربة، خلينا نحكي عن الفيديو اللي شاركتي فيه وسبب مشاركتك اليوم. الحقيقة نحن مرينا بظروف صعبة أكيد، وكانت ظروف ضاغطة جدا خلال فترة الحرب والتهجير. فمن فترة يعني السنة الماضية اتصلوا فيني أنه بتحبي تعملي مقابلة، وهي توثيقية ورح تكون شهادة للأجيال القادمة. أنا طبعا لقيت هذا الوضع هو الصح، لأنه كل واحد مننا عانى ومر بظرف صعب، المفروض أنه يشارك فيه أجيالنا ليعرفوا يمكن بعد كذا سنة ينسوا شو الشيء اللي نحن مرينا فيه، ينسوا الحرب ليش قامت وكيف قامت. فأنا كنت موافقة أنه أعمل هالمقابلة وصوت وصورة وباسمي الحقيقي، لأنه أنا عم أقدم شهادة لكل التاريخ وللأجيال. أكيد. المقابلة بعد ما انعملت طبعا أنا حسيت كأنه حمل نزل عن كتافي، حسيت أنه أنا هالوضع الصعب الإنساني اللي نحن مرينا فيه ومر فيه غيرنا نزل كأنه هيك مثل يعني ريحني شوي، حسسني أنه في ناس عم تهتم، في ناس عم تجي ورانا نحن اللي عانينا واللي تهجرنا، عم يسألوا عن مشاعرنا، عم يشوفوا نحن شو صار فينا. فهالتوثيق هذا أنا بتشكرهم، لأنه وثيقة وطن شغلة كبيرة، وبتشكر الدكتورة بوسينا لأن الحقيقة كانت هي وراء هالفكرة. أكيد كل الشكر لها ولجميع يلي والقائمين والكل اللي عم يشتغلوا قائمين. الحقيقة حضرتك فنانة تشكيلية وأيضا نعم. مدرسة بالجامعة، لأي درجة استطاع الألم خلينا نقول أنه بيعمق التجربة الإنسانية، ولأي شكل دفعتك للمشاركة؟ هو التجربة اللي مرينا فيها خلتنا نشعر أنه نحن أقرب بكتير لطلابنا وأقرب بكتير لهالأجيال هاي اللي عم تنشأ هلأ واللي حاسين حالهم أنه بضياع. نحن مرينا بفترات كانت كتير حلوة بحياتنا، درسنا براحة، كانت الأمور كلها بخير، لكن فترة الحرب أثرت على كتير من الشباب. صحيح. وهذا الشيء أنا بحاول من خلال حواري معهم أني بس فيهم الأمل، لأن نحن مرينا بظروف صعبة، بس انتو امل المستقبل. انا هذا الشيء اللي بحاول اني اقول لهم اياه، انسانيا نحن تاثرنا لكن لازم نتجاوز هالمرحله ونكون على قد المسؤوليه مع طلابنا ومع كل البشر. اكيد اكيد. خلينا نحكي عن الفيديو المؤثر، نفوت بتفاصيله بشكل اكبر، قديش اخذ منك وقت؟ خلينا نحكي شوي عن تفاصيله ليوصل لكل حدا عم يتابعنا اليوم. الفيديو اخذ تسجيليا يعني لتسجل 6 ساعات، لانه في دكتوره مياسه ديب هي اللي قامت بالمقابله معي، فاجت لعنا على البيت بحمص وبدانا نحكي عن اوضاعنا وقت كنا صغار، يعني كيف وقت كنت صغيره، وقت كيف تطور المجتمع، شو الشيء اللي انا صرت لاحظه لاحقا، شو الاشياء اللي خلتنا نشعر انه مجتمعنا بلش يتغير باتجاه ما نو صح، هذا الشيء بعدين كيف وصلنا انه نتهجر، وكيف وقت اللي رجعنا بدنا ندخل على بيوتنا انا لقيت المسلحين بقلب البيت، انا ما خفت منهم لانه كانوا يعني للحظات حسيت انه هدول مغرر فيهم اطفال صغار مراهقين، يعني رغم انه هن احتلوا بيتنا وانا ناقشتهم حتى بايات القران انه انتم كيف تدخلوا على بيوت ما وإلكم. فالحقيقه كانوا هني واقفين قدامي كانوا حاسين حالهم حاسين بالذنب لكن ما طالع بايدهم شيء، وهذا الحوار اللي انا عملته معهم انا ما كنت حاسه كيف عم بحكي، بس شعرت انه هدول مثل اولادي بالرغم انه هني كانوا حاملين سلاح واقفين بوشي ممكن باي لحظه كانوا يرفعوا سلاح ويقتلونا، بس انا اختفت مشاعر الخوف لاني حسيت قديه هني كانوا فعلا مغرر فيهم.
النتيجة طبعا نحن طلعنا من بيوتنا وطلع من البيت هي صعبة جدا، صعبة جدا، وخاصة الإنسان وقت بيكون انقطع عن ذكرياته، انقطع عن حياته، انقطع عن الشيء اللي هو عاشه كل هالعمر وحس فيه، فجأة بيشعر حاله صار برا بيته، برا ذكرياته، برا الناس اللي هو بيعرفون. يعني وقت رجعنا على البيت لقيناه مخرب، لقيناه صرت لم من الأرض أنا، يعني أعمل هيك بالأرض، بدي طالع شيء، بدي طالع شيء من الذكرى، بدي طالع صورة، بدي طالع لوحة محروقة أو مشقوقة. طبعا باللحظات اللي نحن طلعنا فيها الإنسان ما بيفكر إلا كيف بده ينقذ اللي بيحبه. أكيد أنا ما عدت فكر لا بلوحاتي ولا بأعمالي، ولا أنا اشتغلت سنين بالمناهج، فما عاد عندي رغبة إنه أفكر بالشيء اللي أنا عملته. صرت بدي أفكر بأولادي، بدي أفكر بأمي المريضة، بدي أفكر بحياتنا كيف بدنا نطلع والمسلحين رح يهجموا. فهي كانت أصعب اللحظات اللي عشتها، وبتمنى ما تنعاد، لأنه بلدنا يعني ما لازم يمر فيها الشيء. صحيح، يمكن حكيتي وجع بخص كل طلعة من البيت ما أنا سهلة، يمكن زعلتي على عقول جاهلة، يعني جهلهم جهل، هذا الجهل اللي هو دفعهم للتخريب. و يعني أنا بقول إنه الإرهاب هو كتلة جهل متنقلة، مزبوط، أكيد عاثت فساد ببيوت الناس الآمنة، أيضا بقتلت شباب هيدا العقول. يمكن ناقشتي بعقل منفتح، ولكن يمكن مثل ما قلتي وقفوا للحظة، بس ما طلع بإيدهم شيء، هن يمكن ما عم يستوعبوا هذا الشيء، لأنه هن ربيانين على صح. عقل متحجر ما نضيف. هن أكيد يعني الشيء اللي عم يعملوه كان خطأ، يعني الشيء اللي صار خرب مجتمع بأكمله. فنحن وقت عم نفكر بنقول هدول هالشباب اللي راحت، شباب يعني ليه يتغرر فيهم بهالطريقه؟ ليه يعطوا عقولهم هالعقول هاي اللي لازم كانت هي تبني الوطن، صارت هي تخرب الوطن. تمام. فلذلك انا فعلا شعرت بلحظات انه يا ريت نقدر رد اسحبهم وشيل هالسلاح من ايدهم وقول لهم رجعوا على مدارسكم، رجعوا لحياتكم واتركوا هالشيء اللي انتم عملتوه، لانه هذا رح يخرب مجتمع. أكيد. انت قلتي كلمه حلوه انه بلحظات كان بعد العائل كان ما عاد فيني عائل. اكيد بعد ما تعبت، يعني تعبت وقتها. طيب نرجع لليوم الجميل براينا، الف مبروك الجائزه، خلينا نحكي عنها. الله يبارك بعمرك. خلينا نحكي عن شعورك وقت التكريم، عن دموعك، خلينا نحكي عن كل الاشياء اللي حسيتي فيها وقت تكريمك اليوم. الحقيقه انا تفاجأت، لانه هي المسابقه كتابه قصص، فهني بيكرموا اللي كتبوا القصص. اتصلوا فيي من المؤسسة وقالوا لي الدكتورة بوسينة أصرت أنك تجي، لأنه هي حابة تتعرف عليك مباشرة وتكرمك بهالمسابقة. هي ما طلعت صورتي بالبداية، حطت فقط صوت، طلع الصوت، صوتي وأنا عم ببكي وعم بتذكر كيف طلعنا. وطبعا أنا تأثرت. الحلو كان بهالموقف هذا تكريم الدكتورة وكلامها عني، وكيف هي شعرت انه كان التعبير كتير صادق لدرجة انها اختارت هالمقابلة بالذات، وحبت انها تتعرف علي وحبت انها تكرمني. فأنا هذا بعتبره شغلة كتير كبيرة، وبتشكرها، لانه الإنسان بعد ما بيمر بمرحلة عذاب طويلة يمكن التكريم أو حتى هيك ولو قصته يقدر مجهوده، يقدر حكايته لكن نعم. يشعر انه في ناس قدرت هالشيء هذا، وانا بتشكرها الحقيقه. كانت دموعي ودموعها بلحظات اللي كنا فيها على المسرح كانت عم تختلط، وما بنسى هيك ضمتها الحاني الي ووقفنا اخذنا صوره مع الذكرى. يمكن هيدا المشاعر الانسانيه من امراه لامراه بتحس بوجعها مستحق هذا التكريم اكيد، واكيد انت بتستحقي الفنانه نعم. سميره، وايضا هي شهاده تقدير منحت لك ايضا من وثيقه وطن، جائزه حكايتي اكيد لك الفخر فيها، وقلنا كمان نحن الفخر فيها لانه انت سوريه بالنهايه، وهي الشهاده لنا كلنا. أكيد هي التكريم، أنا بعتبر وقلت لهم، قلت لهم أنا يمكن أعطاني الله العمر لأقدر أحكي، بس في كتير نساء عانوا كتير
ويمكن راحوا تحت الردم، يمكن راحوا بالتهجير، يمكن ماتوا، ما قدروا يوصلوا قصتهم. فأنا بشكر الله أنه قدرت وصل هالقصة، لأن هي بتحكي عن وجع سوريين كتير، ما وجع واحد بس. أكيد عم تحكي على ناحية وطنية، عم تحكي على ناحية إنسانية أثرت فينا كلنا. نحن نفتخر فيكي، نشوف حالنا فيكي لكم. وإن شاء الله سوريا أحلى وحترجع أحلى من أول. إن شاء الله بترجع ونشوفك إن شاء الله بجوائز أخرى، وأكيد فخورين فيكي اليوم. شكرا لوجودك. شكرا معنا. جزيلا لكم. شكرا لك. وأكيد مثل ما قلتي رجعتي على بيتك مثل ما كل العالم عم ترجع هلأ على بيوتها وتعمرها من جديد، كمان رح ترجع سوريا وتتعمر من جديد، وإن شاء الله هيك بيكون فرحنا فرحين بتحرير إدلب على يد رجال الجيش العربي السوري. يا رب ناطرين النصر. كل الشكر لوجودك معنا ونورتي شكراً صباحنا. شكرا لكم، شكرا للمقابلة وشكرا للطفكم. أهلا وسهلا فيك، نورتي صباحنا اليوم.